لبنانية خطفت القلوب بموهبتها ولفتت الأنظار بجمالها وحققت نجاحا واسعا بأدوارها المؤثرة في الأعمال التلفزيونية والسينمائية الناجحة. هي النجمة مدن الطبر. بأن أكون بين أتقى الناس الفنانين والإعلاميين، الناس اللي هم جايين مش على الحضارة، على أكتافهم، في أقلامهم وفي حضورهم. في كل مرة بينجح إعلامي أو فنان في أنه يسجل دورة سابعة لاحتفاليته تضاء شمعة في كتاب الحضارة المصرية. أنا سعيدة جدا إني موجودة النهاردة لثلاث أسباب. أول حاجة لأني للمرة الأولى خلال 30 سنة بكون فيها رئيس شرفي لاحتفالية. كنت في لجان تحكيم كبيرة كعضوة أو كرئيسة، بس دي المرة الأولى أنا أكون الرئيس الشرفي لهذه الاحتفالية التي جمعت حاجتين بعشقهم: الكلمة، أداء وشعر وفنون. سعادتي جاية من إنه التكريم ده جاي من مصر، البلد اللي احتضنني تبناني. أنا بنت البيت المصري. والهدف الثاني من فرحتي هو إني أنا بتكرم من صديق العمر المناضل، لأنه ما تصورش الصعوبات اللي واجهته لهذا الإعلامي الشجاع وأيضا الشاعر والأديب اللي هو صديقي فتحي الحصري. والسبب الثالث هو إني أنا بشهد دلوقتي معاكم من خلال الجوائز التي ستمنح فيما بعد، والتي افتأى لجان التحكيم ورئيسها بأن يكونوا هم الفائزين المتصدرين، أن أكون أنا بينهم. هؤلاء العمالقة الكبار جدا اللي قدروا يصنعوا هذه الدورة، ذا نيو ويف أوف دراما، الدراما الحديثة قد لا يتقبلها البعض، لأنه لسه عايزين نبقى في نفس الانغلاق على الدراما التقليدية التي اعتدناها. لكن هذه الدراما الحديثة بإضاءتها، بمواضيعها الغريبة، بأدائها، بموسيقاها وبمونتاجها وحوارها وإخراجها، وأقف عند الإخراج لأنه كم المبدعين المخرجين هذا العام كان كبير جدا. أنا مع النيو ويف دراما، ما نخافش، لازم نطاحن كبار الوسائل الإعلام في العالم، نتفليكس وغيرها، ويجب من إنه نفهم هذه اللغة ونحليها ونديها أيضا الجوائز. بسم الله وباسم مصر أفتتح الدورة السابعة لاحتفالية 5 للفنون والأدب